السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا. سلام. المهم الاصدقاء، في هذا الفيديو غادي نمشيو لكم الدار اللي غادي نشوفوا دابا الا كتبت لنا ان شاء الله. لحقاش مشينا شفناها ودابا غادي نمشي نصورها لكم. خاصه الصراحه خدمه بزاف بزاف، و بحال اللي كانت تقريبا في الدار اللي عندي انا اللي فيها ساكنين، كانت خربة الصراحه، وبدلناها دابا. راه العقلش على التصاور كنت حاطهم لكم، وهو الفيديوهات اللي كنت درتهم شحال هذه على الدار كي كانت، ودابا نعاود نوريكم التصاور ان شاء الله. نمشيو نشوفوها، والاسباب اللي خلاونا نتحولوا من الدار هذه وهي ما كانش نورمال. كانت الدار هذه بحال مسكونه الاصدقاء، كنت كنسمع اصوات، كنت كنضرقهم على الويس دائما. ملي كانت كتمشي عند والديها هنايا كنبقى انا تما بوحدي كنسمع المعلم كيتقبل الباب كيتحل، ما كنتش كنقول ليها شي حاجه. لدرجه بنتي كانت كتفيق من النعاس كل ليله، كتشوف واحد القنت وكتغوت وكتبكي، كتدور راسك تعاود ترجع تشوف هذاك القنت كتبقى تبكي بحال شي حاجه كاينه في هذاك القنت. عيت مخبي عليها بزاف الحوايج الويس، ولكن حتى لدرجه واحد النهار اشنو طرا لويز القران طرا لي في الحال. كيفاش؟ أفضل. هادشي الاصدقاء راه كيضحك، حيت انا مني انا وجبد راه نضحك على هادشي، ولكن والله حتى بصح يعني لويز راه ما غاديش تكذب. لدرجه القران طرا لي في الحيط، الا كان غادي يزلق غادي يطيح بحال هكا، اي حاجه كما كانت في الحيط غادي تزلق، الا كانت تطيح غادي تزلق. هذا القران اقسم بالله العظيم الوسطاني اللي كانت في ايه الكرسي غادي تطوع من بلاصته، والله حتى غادي تطوع من بلاصته. ديك الساعه لويز اش قلتي؟ ملي طلع قالت لي صافي يلا نمشيو يلا نمشيو. والله العظيم هذا هو الاسباب اللي خلانا نتحولوا منها. غادي نوريكم الاصدقاء دابا واحد الحاجه، الجرده ديال دار والدي لويس صلحوا غير واحد شويه الفوق، ما صلحوهاش كامله لحقاش، راه غالي 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 الامور هنايا، غاليه بزاف. غادي نوريكم هنايا، وعاده غادي نمشيو نوريكم الدار اللي فيها انايا دابا ان شاء الله. الا كتبت باقي ما عرفناش، الا كتبت لحقاش خاصه اصلاحات بزاف 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 بزاف، وغادي نوريها لكم دابا حاليا. المهم نمشيو نبدلو دابا ونوريكم الشرطه ومن ثم نمشيو ان شاء الله. المهم الاصدقاء، هذه هي الجرده اللي قلت لكم صايبوا غير هاد البلاصه هذه، فين كانت لويس فراه شوف، صايبوا غير هاد البلاصه هذا الاصدقاء، تخيلوا غير هاد البلاصه داروا هاد الحجرات اللي طلعوا وداروا هاد الدروش هذا اللي كيبانوا لكم، وهاد بحال الحجرات بحال البودرات بحال حيوطه صغيره طلعوا. عاد غادي دار العود ياسمو، هذا غادي يكون الباب هذا اللي كيبان لكم هنا، غتكون واحد بقيت اخوت. هاد الشيء هذا تخيلوا معايا الاصدقاء طلع لهم 3 مليون وشي حاجه غير هاد شويه، يعني هاد الشيء عندهم غالي غالي بزاف غالي بزاف، غير هاد شويه 3 مليون. هاد شويه هذا اللي كيبان لكم هذا 3 مليون. عاد غادي تحط الكازو من الفوق، شاو دم لويس غيتحط الكازو من الفوق ان شاء الله. داك الشيء علاش انا دابا عندي الدار دابا غادي نمشيو نشوفو، غادي نوريها لكم. جرده حالته الاصدقاء، حالته حالته بزاف لحقاش، غطلب ليا الثمن بزاف وكبير، تقريبا كبر من هذه، كبر من الجرده هذه اللي دابا الدار اللي غادي تشوفوها غادي نتفاهموا عليها ان شاء الله. هادشي اللي كاين. المهم هذه طلعت لهم 3 مليون وشي حاجه، شي تقريبا 3 مليون و 40000 ريال وكذا، غير هاد شويه هذا بالسلعه ديالها والخدمه ديالها الصراحه، السلعه ديالها والخدمه ديالها، وماشي شي سلعه بزاف كيف كيبان لكم، يعني هادشي شويه 3 مليون و 40000 ريال راه بزاف الصراحه. يعني داكشي علاش هنايا الاصلاح غالي غالي بزاف، داكشي علاش انا كنضطر ندير داكشي بوحدي، نحاول نصايب داكشي بوحدي. ولكن الجرده اللي غادي نشوفو في الدار عندي انا ان شاء الله، ما نقدرش انا غادي نصايبها بوحدي صراحه لحقاش كبيره بزاف، وباغي نصلحها كامله ان شاء الله. غادي تطلع لي تقريبا بواحد 6 5 ونص الله اعلم، وكثار كثار كثار. المهم توكلوا على الله وصافي، ومشيو دابا للدار ان شاء الله نشوفوها. الاصدقاء عياد الدار حنا جينا ليها، المهم نصور لكم دابا حاليا من داخل وكمل الفيديو ان شاء الله. Thank you.
لكم الاصدقاء كيفاش شفتوا الطاريه هذه لتحت، وكاين هاد الميديتي هذا اللي خرج، راه هذاك غادي يتحيد ان شاء الله كامل، وهذا حتى هو غادي يتحيد. هذا هو الحمام الاصدقاء، كوزينه راه شفتوها. حنا بغينا نطلعوا الفوق وغادي نشوفوا البيوت ان شاء الله، كاينين فيها ثلاثه البيوت غنطلعوا دابا وغادي نوريو لكم. غادي نبدل لها الصباغه، الكتيبه اللي في الصالون هو هذا، غادي نبدل الصباغه كامله ان شاء الله. هذا خاصو خاص تبدل صباغ الدار كامله، غادي تبدل صباغه وشويه المرطوب في شي بلايص غادي نقادهم، وعاد غادي نوريكم الفوق حتى هو ضروري. دابا كيف وريتكم دابا درت لكم دوره على الصالون وعلى الكوزينه وعلى الحمام، خاصو هذاك الجليج الحمام. المهم خاصها خدمه، خاصها خدمه هنا في هاد الدار هذه، كيف الاول كيف اللي فيها حنايا. دابا هذيك كانت راه خربه بزاف بزاف بزاف، اليوم هذا التصاور ديالهم كيبانوا لكم دابا حاليا، ترى بزاف راه كانت يعني خربه، وراك شوف شحال داك تحطيتهم في واحد الفيديو، والدار كي كانت كي ولات يعني. حتى هذه ان شاء الله يعني ما تغركش بحال هكا، لحقاش غادا تبدل ان شاء الله مزيان 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 مزيان. والجرده الجرده راه كارثه، الله ورها هذه اللي فيها بلا ما نوريها دابا، لحقاش كارثه كارثه كارثه، خاصها خدمه بزاف. هادشي اللي كاين دابا حاليا الدار، كنت قلت لكم خاصها صباغه وخاصها موكيطات، خاصها بزاف الحوايج. داك الموكيط اللي كيلصق على الارض خاصها. المهم دابا نطلعوا الفوق ونكملوا معاكم ان شاء الله. هذا الاصدقاء كاين هاد البيت، هذا الارض الاصدقاء، شوف ديم فلور باك باك كيف يكون بيس. هذا غادي نديرو فيه هذاك الموكيط اللي كان عندنا في الدار الاولى الشوا، هذا كانت الموكيط. انا عرفت كاين الخدمه هنا بزاف، خدمه بزاف في الدار يعني، راه قليله راه مشات لواحد 8 غادي تشافوا في مبين الشارع حتى هي 8 ولا 9 مليون. هنايا كيف قلنا ذاك الموكيط غادي يتحيد، هو هذا هو غادي يتحيد. هذا المهم كاين البيت الثاني غادي نوريه لكم، تاهو المهم هذا الموكيط هذا كامل يتحيد. شوفوا هذا كامل كاين، هذا البيت راه مسحته هو الاصدقاء، تاهو كلو غادي يتحاود كيف كيبان لكم هنا في الدار. الحال هذا كبير، الحاجة اللي فيه زوينة فيه الطواليت ديالو سويس يعني، هو البيت الرئيسي تاهو كيف قلت لكم الموكيط غادي يتحيد هذا كامل، تدروج غادي يتحيد الموكيط غادي يولا حيدو. شوفوا البيت الاخر سيرات ان شاء الله. كاين هذا الاصدقاء حتى هو قلت لكم الموكيط غادي يتحيد، هذاك الموكيط اللي كيتفيكس على الله كيلصق، كون غادي نجيبو نقادو ان شاء الله. هاد باكي تاع غادي يتحيد حتى هو، الصباغة غادي تحيد كاملة، هادي هذا غادي يكون الأميرة، كله مبرقعة الدار، ولكن تقريبا بحال الدار الأول اللي فيها تا هي كانت عرفتي خربة كانت، وفي الآخر ولات زوينة كشوكي ولا. المهم هذا تا هو قلت لكم الكاربيت غادي تبدل، غادي تلصق فيها يعني الموكل وهنا في الأرض. ولتحت كاينة غير صباغة يعني أغلبية غير صباغة غادي تكون، وشوية جليج غادي نديرو في ماشي شوية، غادي ندور عليه كامل داك الحمام، ندور عليه كامل الجليج. والجردة اللي اللور باقي اللي باقا كارثة، هاديك خيمة بزاف خاصها واحد الإصلاح بزاف، هادي غير هي بوحدها بشي واحد 5.5 كاب ديال الماء، 5 مليون ولا شي حاجة. الجردة حيت الجردة الأولى اللي عقلت عليها اللي كتصيب كانت هي خربة، طلعت لي تقريبا بشي 1.5 مليون غير هاديك شوية. المهم غادي نوريكم إن شاء الله كيفاش تولي. المهم الأصدقاء حنا غادي دابا بحالاتنا، حتى هذاك الكوزينة غادي تبدل إن شاء الله، غادي نحيد هذاك الشي كامل، هذاك البيبان والقابيطات حتى هما وداك الشي غادي نحيدهم كاملين، غادي ندير وحدة أخرين إن شاء الله غادي تكون بالكري يمكن، غادي نبدلها. زائد عندنا الجليج كيف قلت لكم في هذا في الحمام، الجليج غادي تدور به كاملة تما. شنو آخر؟ بزاف الحوايج خاصني تبدل، الموكيطات كيف قلت لكم خاصني تبدلو، لهذا غادي نبدلو هذاك الشيء كامل ان شاء الله باش تبدل نهائيا. دابا غادي نشوف الويس تقدا شي حاجه توجد، ولكن شوف اصدقاء راه باقي ما تفاهمناش معاهم، باش تعرفوا هذه القضيه باقي ما تفاهمناش 100%، حيتاش باقي ما عرفتش، باقي ما بغيتش نحط فلوس ولا هذاك الشيء، بلاتي احسن من
نفكر مزيان في هاد الامور اش غادي يخرجني ولا ما يخرجنيش. لحقاش فيها الاصلاح بزاف، حيت الاخرى هذيك اللي فيها خرجت منها بزاف ديال الفلوس الاصدقاء الصراحه. لحقاش كي كانت في رجعات راه ما يمكنش. هذيك اللي فيها اللي راكم عارفين اللي ساكن فيها حتى هي ديك نطلقها، علاش راكم شرحت لكم البلان ديالها في الاول ديال الفيديو. المهم هادشي اللي كاين اصدقاء، شكرا لكم بزاف، نلقاو ان شاء الله في فيديو اخر. سلامه. السلام عليكم.